جانب متعلق بالتصريحات واهم النقاط اللي اتقالت النهارده، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم اهم معلومتين اتكلمت عليهم النهارده. فيتوريا مش هيعمل تغييرات جذريه في التشكيله، الراجل ما بيغيرش قناعاته بسهوله زي ما قال، معلومات هيغير من 2 إلى 3 لعيبه في التشكيله الاساسيه. والشناوي لما اتسال على موضوع ميديام الغاني يواجه الاهلي واللعيبه دي لعبت قدامك هل هيشكلوا خطوره، فالشناوي كان ليه رد انا شايفه رد ذكي جدا، قال لك دي بطوله غير بطوله، يعني ده نظام وده نظام، ده سيستم واجواء غير بطوله دوري ابطال افريقيا، ده مستوى وده مستوى تاني خالص. طيب لو نبص كده على نتائج ماتشات كاس الامم بالامس، فيها مفاجآت بالتاكيد، يعني فوز ناميبيا على تونس بهدف مقابل لا شيء في الدقيقه 87، نتيجه اعتقد الكل ما كانش يتوقعها. كل المنتخبات العربيه لغايه دلوقتي لم تحقق اي نتيجه ايجابيه، مصر اتعادلت، الجزائر اتعادلت، تونس خسرت، موريتانيا خسرت، النهارده المنتخب المغربي، ويمكن المغرب تحديدا منتشيه وجايه من كاس عالم، فالكل يقول لك المغرب هتلعب بطوله امم على اعلى مستوى. ارجعوا للتاريخ، كل المنتخبات الافريقيه اللي بتحقق انجازات في كاس العالم بتبقى النسخه التاليه لكاس العالم من كاس الامم بتبقى من اسوأ النسخ. انا بقول لكم نقطه تاريخيه، الله اعلم النهارده ممكن المغرب تعمل حاجه مختلفه، نتمنى ده اكيد، ولكن انا بقول لكم على مستوى التاريخ كل المنتخبات الافريقيه لما بتعمل انجاز في كاس العالم في النسخه التي تلي كاس العالم من كاس الامم بتبقى نسخه سيئه من حيث النتائج. فعموما هنشوف النهارده المغرب هل تغير كل الحسابات دي ولا لا. على فكره الناس مستغربه